ايه المستهدف بالنسبه للجنه التعليم والاتصالات خلال الفتره اللي جايه او بنهايه دور النقاد الحالي؟ يعني ايه اللي ممكن نحطه على اجندتنا؟ احنا تحركنا في ملفات متعلقه بالتعليم الفني، متعلقه بتعديلات الثانويه الكليه، واتصور ان الموقف اللي اتخذته لجنه التعليم كان موقف مشرف من وجهه نظر الكثيرين. ايه بالاضافه الى البدء التوجه مؤخرا لملف الاتصالات واعطائه مساحه اكبر باللقاء الاول المتعلق بالدكتور عمرو طلعت، ايه اللي ممكن يكون مستهدف من حضراتكم خلال الفتره اللي جايه؟ طيب يعني بشكل عام مجلس الشيوخ في دور النقاد الاول اثبت تواجده، قال ان هو مجلس مؤثر موجود، يحتوي على خبراء، يحتوي على قامات كبيره جدا، على قدره على دراسه وتفنيد الامور والملفات وابداء الراي ليه، سواء كان السيد رئيس الجمهورية أو مجلس النواب في الأمور المعروضة عليه. ده بشكل عام. بشكل خاص في لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنا بشوف دور النقاد الأول كان محاولة التعرف على الملفات الهامة، محاولة ترتيب الأولويات، محاولة يعني معرفة ما يدور داخل الوزارات والهيئات المعنية باللجنة، لأن شوفنا دي خطوه مهمه جدا قبل ما نقترح وقبل ما ارضيه البناء دايما بتبقى بالظبط عارفين ايه اللي موجود جوه الاجهزه التنفيذيه، وبنينا او فتحنا قناه اتصال بين اللجنه وبين الوزراء المعنيين، لان في النهايه تواصلنا مع بعض ده انا بشوفه نوع من انواع التكامل. مفيش فرق ما بين الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي او السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه، الاثنين بيمثلوا الدوله المصريه، الاثنين هدفهم الصالح العام وهدفهم تقديم مقترحات ومشروعات قوانين وتيسر على المواطن وتسهل له حياته وتقدم له خدمات بشكل افضل وهكذا، فالهدف مشترك. ولكن يمكن بنتحدى يعني افكارنا، نتحدى مقترحاتنا، ان احنا الاثنين نوصل للشكل الانسب او المقترحات الانسب. اتوقع دور النقاد القادم يكون في ملفات مطروحه من اللجنه، مش بس بتنظر في الملفات المعروضه عليها من البرلمان، ولكن اتوقع هيبقى بدايه من دور النقاد القادم في عدد من الملفات اللي بتتقدم بيها اللجان المختلفه بالمناسبه، مش بس لجنه التعليم والبحث العلمي، ولكن هنا هيكون بقى في فرصه اكبر للنواب بعد معرفه ما يدور جوه ارلقه المجلس النواب والشيوخ على تقديم مقترحات واقتراحات برغبه. يمكن احنا حاولنا نعمل المجهود ده يعني بدري شويه وقدمنا عدد الحقيقه من الاقتراحات برغبه، وزي ما حضرتك تفضلت قلت بتمس قضايا عامه وبتمس قطاعات كبيره من الناس. اتوقع زياده العدد ده في الدور النقاد القادم ان شاء الله. صحيح.